خبر اسود ومنيل. تحمل يعني ايه؟ يعني تجيب نونو زوز صغير كده ويعيش في تبات ونبات وكده. والبلان اللي انا عاملاه بخ طرف الهوا. طرف الهوا يعني ايه؟ يعني طرف الهوا شاشي وانت ما تدراشي يا شيري. انت هتغني؟ اعمل لك ايه؟ ما تعرض تفشخري وتقولي انا دماغي سام، لا هطلعهم لك في ثانيه الا ثانيه. اقول لك يا بنت الحلال ده بيموت في دبدبها والحب مولع في الدورة. تقولي لا انت ما تعرفنيش. ده الشيطان بيجيب الابلس الزعنطتين ويقعدهم قدامي ويقول لهم اتعلموا من طنط شيري. هو انت شمتان فينا يا روحي؟ فرحان يعني لما احنا نبقى شحاتين بالنسبه لهم؟ مبسوط لما صاحبك دفعتك يبقى عنده طياره خاصه وبيت في لندن واسطول عربيات بيبدل فيه حسب الطقم اللي هو لابسه؟ انا مش شمتان ولا فرحان، انا قرفان. انا هطرشق من ساعه ما كلمتني. يعني كل اللي بهببه معاهم ما جابش نتيجه. ماشي تمام قوي، نخش بقى على ليفل الوحش. ليفل الوحش هو ازاي يعني؟ خناقة الرب السما بيني وبينك وانا اجري عليها عيط لها. عملناها قبل كده، الجديد بقى؟ الجديد ان المرة دي هيجي لك لحد هنا عشان يتكلم معاك ويصالحنا على بعض. وبعدين؟ هتفاجئ انت بقى بالسهرة الحلوة وفصلان الدماغ والبقين اللي قلتهم قبل كده. مفروض انه لا مفرضش، ده انا يا روحي هجيب لك مزتين ابطال اول ما هيشوفهم هيقع على بوزه. وانا طبعا قاعده معاها تشحتف واشتكي من عمايلك السودة ومن خيانتك ليا اللي انا لسه مكتشفاها. وإذ فجأة الشغاله حبيبه قلبي تبعت لي اللي بيحصل من ورايا في البيت، شويه صور على فيديوهات اقوم انا ايه افرجها واقول لها بصي الخاين الغدار، وهوب تلاقي الزوز بتاعها طالع في الصور. هتعرف تعمل كده ولا هتخيب؟ هعرف بس اديني هو الفرصه، ما انت عارفاه قفل. وانت يعني اللي مفتح قوي وليك في النسوان. نسوان ايه يا حبيبتي؟ انا معايا قمر مال عينيا مخليني مش شايف نسوان خالص. ليه يا حبيبي؟ ما تشوف، شوف وانا خزق لك عينيك لحد ما خليك ما تشوفش تاني خالص. اهون عليك هشام، ركز معايا شويه. الفرصه ما بتجيش للبني ادم غير مره واحده في العمر، وابوها مش سايب لها ملايين، دي مليارات واحنا اولى بيها. عارف بس الموضوع مش سهل زي ما انت فاكره كده. مفيش حاجة في الدنيا صعبة، ياما ناس عشقت بعض واتطلقوا. طب لما يتطلقوا هتجوزها ازاي؟ مالكش دعوة يا هشام، خلينا ماشيين خطوة خطوة، ما تستعجلش كله مترتب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.